أفادت مواقع إعلامية بأن رئاسة الجمهورية ستصدر خلال الساعات القليلة المقبلة بياناً رسمياً حول التطورات الأخيرة، ولم يكشف المصدر الذي تحدث مع موقع البلاد عن فحوى ومحتوى البيان المرتقب، إلا أنه أكد أن ذات البيان سيحمل في طياته تفاصيل مهمة. ويأتي هذا البيان مباشرة مع تناقل قنوات إعلامية وعالمية لخبر تدهور صحة الرئيس بوتفليقة، والتي وصفت بالحرجة جدا داخل مستشفى جنيف. كما عقب الإعلامي حفيظ دراجي على هذه التطورات قائلا: في انتظار بيان الرئاسة الذي سيعلن رؤية الهلال، تذكرت بأن الرئاسة في بيان نقل بوتفليقة إلى سويسرا تحدثت عن إجراء فحوصات طبية روتينية، لكن مصادر من داخل المستشفى تقول بأنه تعذر عليها إجراء عملية جراحية حساسة لعدم قدرة جسم بوتفليقة على التحمل. ثم هل يمكن أن تدوم الفحوصات الروتينية أسبوعاً كاملاً دون صدور بيان آخر توضيحي؟ هل يمكن أن يستمر هذا التحايل علينا علماً أن الأمر يتعلق برئيس الجزائر وليس فرداً من أفراد الجماعة المتحكمة في الجزائر؟ مهما كان مضمون البيانات التي ستصدر، فإن الشعب أصدر بيانه الثاني البارحة وانتهى الأمر. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناتنا، وليصلك كل جديد اضغط على زر الجرس.